والله سبحان الله سبحان الله، ده أعلى تارجت ليا السنة ده أهو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بوايا الناس نايمة ومعايا سمكة، مش عارف نعمل ايه، والموبايل واقع من على الحامل. ثواني يا جماعة، نقوله في السمكة دي بالله، ثواني ثواني معلش يا جماعة، معلش بقى يا جماعة، أنا لوحدي الساعة الصبح اهي. الله أكبر سبحان الله سبحان الله عليا يا رب. بس النار السمكة مشفشفة يا جماعة، السمكة مشفشفة والله سبحان الله سبحان الله، ده أعلى تارجت ليا السنة ده أهو. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله سبحان الله. والله العظيم السمكة جت هنا، السمكة جت هنا يا جماعة، والصنار فك. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اللهم لك العوض يا رب. الله أكبر، ده أعلى تارجت ليا السنة دي، ده على جربندية هيات، ما شاء الله ما جابتش الجربندية. الله أكبر اللهم صل على النبي، الله أكبر اللهم صل على النبي. طبعا التصوير كان زبالة، معلش. الحمد لله الحمد لله على أي حال. حنش كبير اهو، ان شاء الله في اخر الفيديو هنسيب كل التفاصيل، العدة المستخدمة والسلاح وطريقة الشغل. دينيس وصل الرجال، شكله دينيس ان شاء الله. صلى على النبي، ادريس فرد اهو يا جماعه، ادريس ما شاء الله كباري. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. على فكره يا جماعه والله العظيم، بص شعره كده، الغمزه بتاعتها شعره، بنعلق لقيتها فيها، وما شاء الله دنيس عدل ما شاء الله، داخل على النص. الله اكبر. الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. أنا شاري شوية دول يا جماعة ب 20 جنيه من عند محسن بركات في المعدية. على فكرة أنا خدت ضربة على
على بدود النار، بس ايه كنت بنجهز العدة ما عرفتش ناخدها. هنطعم ان شاء الله ايه، هي دي جمبري صغيرة، هنطعمها من ديلها عشان كبير شوية، لانها لو انضربت من راسها هتبقى ايه، مش هتعوم ياما في المية زي ما انتم شايفينها اهي. ان شاء الله بتلعب. طبعا الجمبري بتاعها هنحطه في الضلف لو انت عند منك شمس. انا طبعا عشان في المركب هنا هنركنه ايه ورا كده في الحتة دي. صباح الفل، يا صباح الورد، صباح الدنيس، صباح الدنيس، ما شاء الله دنيس عافية يا جماعة، أقسم بالله دنيس عافية. السمكة أنا ما كنتش عارف نرفعها، الله أكبر، الله أكبر، صلاة النبي، صلاة النبي، صلاة النبي يا جماعة. صلاة النبي، ده ايه ده، ايه الحاجات الحلوة دي، لو ايه، الله اكبر، دينيس مين حلاوتك في الشوي. اللهم صل على النبي. ايوه امال، اللهم صل على النبي. اول سبح زي الفل ان شاء الله يا رب يا كريم، ارزقنا رب. فتحنا قروص يا شباب، ما شاء الله، الله أكبر، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. الحتة التانية هجر بالمغرب ما شاء الله، الحتة التانية هجر بالمغرب يا جماعة ما شاء الله، الله كريم، الله كريم. يعني هي مش كبيرة برضو ومش صغيرة، الحمد لله، الحمد لله على أي حال. لايك يا شباب، لايك.
صباح الفل، ده احلى صباح ده ولا ايه؟ الله اكبر يا جماعة، سمك مش كبير بس ايه، مش صغير برضو، مش هين يعني. بص يا جماعة، ده بيجو انا عايز نعرف منه عمق المية عشان نحدد العيار اللي احنا هنشتغل عليه. انا يا جماعة موجود في عش عايم، المكان ده بتاع اكل عيش، للأسف هو مش متاح للجميع، ولكن سامحوني يعني، للأسف يعني. إن شاء الله هنفتح لكم أماكن مشابهة ليه، تكون الناس عندها نية لاستضافة الناس بمبلغ رمزي بمشيئة الله يعني، للناس اللي حب. أنا النهاردة بنشتغل بجمبري حي، طبعا لما يبقى معايا جمبرية كبيرة زي ديت بنشكها من راسها. هو شك الجمبري بيبقى شك عشوائي يعني، أنا ممكن نطعم الجمبرية من راسها وممكن من دلها، ولكن انا بنحدد لما يبقى معايا صنار كبير زي ده. انا شغال بزيرو واحد دلوقتي ومعايا جمبرايه كبيره، بنشكها براسها. لو نفس الصنار ومعايا جمبرايه صغيره بنشكها لدلها عشان يبقى عمرها اطول في الميه وما تموتش معايا بسرعه. الشغل طبعا فيلا حره، هنوري لكم دلوقتي انا بنظبط عيار الفيلا الحره ازاي وانا على الفلوكه. لحظه خليكم معايا. معانا دلوقتي يا جماعه العده اللي احنا بنستخدمها في الشغل ان شاء الله. نبدأ بأول حاجة السلاح. السلاح اللي انتم شايفينه ده يا جماعة ده الكونة 6، كونة 6. أي سلاح بكرش أول حربة بتاعته تكون طويلة، ده إن شاء الله هنشتغل بيه إيه، بدود، سواء كان مشرشر أو جراء، أي دود. ومعايا هنا السلاح ده تنقن الأمين 515، ده بنشتغل بيه ترقيد جمبري ميت أو جمبري حي أو سردين. ومعايا السلاح ده 01 الامين برضو 515، ده بنشتغل بيه في الايه، في الجمبري الحي. دول يا جماعه ب 20 جنيه من عند محسن بركات في المعديه. على فكره انا خدت ضربه على الدود النار، بس ايه كنت بنجهز العده ما عرفتش ناخدها. هنطعم ان شاء الله ايه، هي دي جمبريه صغيره هنطعمها من ديلها عشان يا جماعه هنطعمها من ديلها عشان السلاح كبير شويه، لانها لو انضربت من راسها هتبقى ايه، مش هتعوم ياما في الميه زي ما انتم شايفينها اهي. ان شاء الله بتلعب. طبعا الجمبري بتاعي هنحطه في الضلف لو انت عند منك شمس. انا طبعا عشان في المركب هنا هنركنه ايه ورا كده في الحته دي. نبدا ناخد العيار بتاعي زي ما ايه، زي ما قلت لكم. دي يا جماعة الخرزة بتاعتي اهيت. بنبدأ ايه نرفعها لفوق لحد ما ناخد ايه عيار المية زي ما قلت لكم. الفلة كده معايا ايه، الفيلا كده معايا وصل في الارض. بص هتلاقي الايه، ايه عايمه نايمه زي ما قلت لكم. نبدا ان ايه ننزل بالرصاصه كده، ايه ننزل بالزناقه كده. الفيلا ايه، الفيلا عامت معايا. بعد كده هناخد ديت ونقصرها دراعاتي، ننزل بيها لتحت قيمة دراعاتي اللي انا رملت بيها كده، هي دراعاتي. وبعد كده ايه شبر كمان، تسيبها بقى تعوق مع نفسها وتاخد رزقها ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيما رزق. انتظرونا بقى ان شاء الله فيديو جديد باذن الله. متنسوش تدعمونا باللايك لو اول مره تشوفونا، اشتركوا عندنا في القناه. كان معاكم اخوكم سامح الخوالقه. نختم بكده الفيديو.